هل تشعرون بذلك؟ هل تشعرون بأن الأمور تخرج من أيدينا؟ وسط كل هذا قرر شون الاتصال بالنجم. ألو. ألو. مرحبا حبيبي. مرحبا. كيف حالك؟ جينيفر زوجة شون ستضع مولودها خلال أسابيع. أنا ألعب مع كم. ولكن مرة جديدة تفاجئه طبيعة الأم. أصبحت جاهزة حاليا لوضع المولود. حقا؟ أشعر بأن موعد الولادة يقترب. كنت أمر منتصف زوجتي قليلا كي تسمح لي بالبقاء أياما إضافية، لكنها إذا كانت ستخضع لعملية قيصرية فلا مجال بذلك. إذا 15 حزيران ما زال الأدرينالين مخزنا.